وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اللمه الحلوه، ولمتنا الحلوه النهارده معايا فيها ساره. اهلا بيكي يا ساره. ازيك يا نور، اخبارك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله كله تمام. كله كويس؟ كله كويس، كله كويس الحمد لله. النهارده زي ما انتم متعودين وعارفين ان برنامج اللمه الحلوه دايما بنكون مهتمين فيه بكل حاجه وكل موضوع يهم الاسره كلها مش بس المراه. وفي حاجة مهمة جدا بتهم الأسرة كلها، يمكن مش بس في مصر، يمكن في العالم كله دلوقتي، وهي مشكلة المناعة. لأن احنا في الوقت الحالي بنعاني من أزمة الكورونا، وناس كتير للأسف ممكن تكون عدت عليها الكورونا دي، ولكن في ناس لسه ممكن يكونوا لسه ما أصيبوش بيها ولسه برضو قلقانين وخايفين وعايزين يحاولوا يقووا مناعتهم ومناعة أولادهم شوية. موضوع المناعة ده موضوع مهم جدا جدا، لأن هي يعني الحاجز الأساسي والديفنس الأساسي بالنسبة لجسم البني آدم ضد الكورونا وضد طبعا أي مرض تاني. خلينا النهاردة نتكلم عن المناعة، إزاي نقدر نقويها، ولو حد عنده حساسية أو أي مشكلة إزاي برضو يقدر يتجنب الكورونا ويقدر يقوي نفسه ضد الكورونا. بس الأول خليني أرحب بضيفي اللي منورنا وهنتكلم معاه النهاردة في الموضوع ده بالتفصيل، دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا. أهلا بحضرتك يا سيد المشاهدين. أهلا بحضرتك، منورنا. أهلا بيك، منورنا. خلينا يا دكتور في البداية كده نتكلم مع حضرتك الأول عن الحساسية. إيه هي الحساسية، وهل الحساسية فعلا بتكون عامل من العوامل اللي تخلي الكورونا تبقى يعني أو تخلي جسم الإنسان فريسة سهلة للكورونا ولا لا؟ يعني إيه حساسية ويعني إيه مناعة الأول؟ يعني الحساسية هي فرط استجابة الجهاز المناعي للمسببات الخارجية. بمعنى كلنا عندنا جهاز مناعي، بس الجهاز المناعي لمريض الحساسية هو في فرط استجابة لما بيتعرض لأي مسبب خارجي، بيحدث تفاعل مفرط مش موجود عند أي حد تاني. زي إيه؟ زي إنسان بيأكل أكل معين، بيحصل رد فعل عنيف جدا للأكل ده، بيأكل موز، يأكل فراولة، أو ياخد دواء، يحصل فرط استجابة للمسبب ده في صورة طفح جلدي أو تورم أو حكة جلدية، أو بيشم مسبب خارجي عن طريق الأنف زي التراب، زي الغبار، زي الفطريات، يحصل رد فعل للجيوب الأنفية عن طريق العطس أو الزكام. أو لو هو مريض حساسية صدر، يحصل رد فعل عن طريق الجهاز التنفسي في صورة أزمة صدرية، كحة جافة، كحة شديدة مع إفرازات شديدة اللي هي الأزمة الربوية. يبقى الحساسية هي فرط استجابة الجهاز المناعي لمسبب خارجي، يعني وجود مسبب مع وجود شخص عنده حساسية وعنده أجسام مضادة ضد المسببات الخارجية، هنا بتتولد الحساسية. أما المناعة هي مجموعة من العوامل أو أعضاء الحيوية داخل جسم الإنسان، مش عضو واحد. يعني ما فيش في جسم الإنسان عضو وحيد نقدر نقول عليه ده جهاز المناعة، لا، هو عدة عوامل تبدأ من العين، تبدأ من الأغشية المغطية للأنف، تبدأ من الجلد، تبدأ من الدم. كل هذه الأشياء مجموعة من العوامل تتكاتف فيما بينها لحماية جسم الإنسان من أي مسبب خارجي أو أي فطرة أو أي طفيلة أو أي بكتيريا أو أي فيروس خارجي، تحمي الإنسان من العدوى. إيه هي مجموعة العوامل دي؟ اللي هي عين الإنسان ودموعه، إفرازات أنفه، لعابه، جهازه الهضمي والسائل الحمضي، جلده، دمه، كل ده ما يسمى مجموعة متكاملة من أعضاء جسم الإنسان بتتكاتف لحمايته ضد أي مسبب أو أي عدوى خارجية اللي هي جهازنا المناعي. طب دكتور، إيه أسباب الإصابة بالحساسية يعني؟ وهل ده شيء وراثي ولا مش علاقة؟ معظم مرضى الحساسية عندهم عامل وراثي لحاجة اسمها ارتفاع عامل IgE في الدم، وبالتالي هم عن غيرهم عندهم فرط استجابة للمسببات الخارجية. طب طفل عنده عامل وراثي، أب أو أمه، حد فيهم في تاريخ عائلي في العيلة بيشتكي من حساسية، الطفل ده لما بيتعرض لأي مسبب خارجي زي إيه؟ زي التراب، زي الغبار، زي الحبوب اللقاح، زي نوع معين من الأكل، يظهر في صورة رد فعل عنيف من جهازه المناعي. يكون عندي طفلين، طفل ما يكونش عنده رد الفعل ده وطفل تاني عنده رد الفعل ده. الطفل عنده رد الفعل العنيف ضد المسبب الخارجي بقى دوت بنقول عليه مريض حساسية. على حسب الحساسية في أنهي عضو في جسمه، لو هي في الأنف تظهر في صورة زكام، رشح، عطس مستمر، حكة أنفية، لو هي حساسية في صدره في صورة أزمات ربوية، كحة متواصلة، لو هي في عينه يحصل دموع، حكة في عينيه، احمرار في العين، لو هي في جلده إكزيما، حكة جلدية، طفح جلدي أو الأرتكاري. يبقى على حسب هو بيشتكي من أي نوع من الحساسية بيظهر العرض نتيجة فرط استجابته للعرض أو المسبب الخارجي اللي بتعرضه. طيب دكتور، هل الحساسية ليها علاج؟ لأنه في ناس كتير بيبقى عارفة من وهم صغيرين هم عندهم حساسية معينة ضد شيء ما، زي مثلا الموز أو الفراولة، خلينا نتكلم عن أبسط الحاجات، وبيفضلوا طول عمرهم متجنبين الشيء ده. هل الحساسية فعلا بتفضل طول العمر مع البني آدم، ولا مثلا بتقل شوية، ولا ليها علاج بتروح؟ ابني
اللي هو عرضه يكون عنده حساسيه اللي هو عنده عمل وراثي، لو حافظت عليه بتغذيه مناعيه منذ الصغر، منذ الرضاعه الطبيعيه، عدم الاكثار من المضادات الحيويه، ما خليش اوضه نومه فيها مسببات، ما بقاش عندي قطه، ما بقاش عندي كلب، ما بقاش عندي زرع في البيت، ما بقاش عندي وبره او غبار او تراب، كل المسببات دي لو طفلي تجنبها منذ الصغر مع جهاز مناعي سليم، مع ان انا ما استخدمش مضادات حيويه كتيره، مع تغذيه سليمه منذ الصغر، ممكن اعراض الحساسيه ما تظهرش او ما يعبرش الجين بتاعها عنه. لكن ابني لو اتعرض للاشياء دي مع المواد الحافظه، مع الاشياء اللي بتضعف مناعته، مع الرضاعه الغير طبيعيه، بتظهر عوامل الحساسيه عليه مبكرا، لا اما تظهر في صوره حكه جلديه اللي هي الاكزيما، لا اما تظهر في صوره حساسيه جيوب انفيه اللي هي الرشح والزكام المتوسط، لا اما تظهر في صوره حساسيه صدر او الرب والشعب. طب اشخصها ازاي؟ لا، بنشخصها بالاعراض. ابني بيتعب لما بيتعرض للمسبب الخارجي، لو تعرض لتراب بيعطس، لو تعرض لشعر قطه او شعر كلب بيعطس، لو تعرض لتراب المنزل بيعطس او يكح او يجيله ازمه حد، او لو كل اكل معين زي الفراوله، الموز، اللبن، المانجا، كل هذه الاكلات ممكن تسبب له الحساسيه، يحصل له طفح جلدي او حكه جلديه، يبقى ابني في اشتباه ان هو مريض حساسيه. طب بنشخصه ازاي؟ بالاعراض دي او ما يسمى اختبارات الحساسيه. ان احنا ممكن نعمل لمريض الحساسيه اختبار حساسيه، لا اما عن طريق الوغز، ان انا بحط المسببات اللي بتعمل له حساسيه ويتم وغزها على ايده، والانتظار لمده 10 دقائق ربع ساعه بيتم حدوث تفاعل مفرط على ايده، يبقى هو عنده حساسيه من المسبب رقم واحد اللي هو مثلا عده الفراش، اللي هو الغبار، اللي هو الفراوله، اللي هو الموز. عرفنا المسبب اللي بيتحسس منه طفلي اللي هو لو هو اكل مثلا، يتم تجنب الاكل اللي هو بيعمل له حساسيه، او لو هو مسبب بيئي خارجي موجود عندي في البيت مثلا، طلع عنده حساسيه من قطه، من شعرها او وبرها، بيتم تجنبه من القطه خالص او مخالطته ليها، او لو هو مسبب مش هيقدر يتجنبه زي الاتربه وعده الفراش، بيتحضر له امصال معينه ضد الحساسيه وبتقل تدريجيا منه وبتقل حدتها وبيقل استخدامه للبخاخات والكورتيزونات لحد ما الحساسيه تختفي منه فعليا. يعني على المدى البعيد الشخص المصاب بالحساسيه ممكن انه يتخلص منها عن طريق بالعلاج، عن طريق معرفه المسبب وتجنبه، او عن طريق العلاج، او عن طريق امصال الحساسيه. دكتور، طب بعد اذنك احنا معانا تليفون، معانا اسلام من القاهره. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ اتفضل حضرتك، عايز تسال اتفضل حضرتك عايز تسال سؤال للدكتور. ايوه دكتور، انا عندي ابني عنده 4 سنين. تمام. ابو ما بيقولوا شويه برد، بقى ليه تعب خالص وصدره ما فيش نفس خالص ويتعب. يعني بيتعب في الشتاء بس، والصيف بيبقى كويس مع نزلات البرد بس؟ في الشتاء بس، اكتر يعني اكتر تعبه ما بيجي يخش البرد علينا وجو الشتاء يتعب. طب في تاريخ عائلي انت او والدته حد فيكم بيشتكي من حساسيه؟ لا، صحتنا احنا الاثنين حلوه وعمرنا ما اشتكينا منها، حتى سالنا والدي ووالدتها قالوا لا ما كنتش، واحنا اطفال يعني ما فيش كلام. طيب هنقول لك على شويه تعليمات كده نعملهم قبل دخول الشتاء. الشتاء ده خلاص بينتهي، الشتاء الجاي هنعمل احتياطات عشان خاطر ما يجيلوش الازمات بتاعت الحساسيه. ده نوع من الحساسيه بنسميه احنا حساسيه موسميه او غير حقيقيه، مرتبطه فقط بفصل الشتاء وبنزلات البرد، بمعنى ان الطفل ده سليم في الصيف، بيتعرض لكل المسببات، ما بيحصلوش حاجه، بيتعب فقط مع نزلات البرد. ده بيحتاج ان هو يتم تحسين اداء جهازه المناعي عن طريق حاجات هنقولها وعن طريق بعض التطعيمات. نخش على التطعيمات الاول. مصل الانفلونزا في بدايه الشتاء كل سنه لاطفالنا شيء مهم جدا جدا وضروري قبل دخول الشتاء. افضل توقيت ليه شهر 9 وشهر 10، احنا دلوقتي في 1 خلاص التوقيت بتاعه خلص، يفضل اخذه في شهر اكتوبر. بيدي مناعه للطفل من الاصابه بنزلات البرد والانفلونزا، وبالتالي احنا كده جربناه الاصابه في الشتاء، بالتالي هتقل حده الاصابات الرئويه. تاني تطعيم ليه مصل المكولات الرئويه، بيحافظ برده على رئه الطفل من الاصابه بالالتهاب الرئوي. حلو جدا. طب هما دول بس كافيين؟ لا طبعا، المناعه بقى ازاي احسن او اقوي جهاز المناعي لطفلي او لشخص كبير. طيب هو في حاجه اسمها قوي جهاز المناعه؟ طب احنا ككبار كاشخاص بالغين اجهزتنا حصل لها نمو وخلاص وحصلت لمرحله الكمال، بنحتاج ما يسمى تحسين لاداء هذا الجهاز، لكن الطفل الصغير هو لسه جهازه المناعي بيتبني مع جهازه العضلي، مع جهازه العصبي، مع كل اجهزته اللي لسه بيعمل. فالطفل ممكن مصطلح بناء جهازه المناعي ممكن يكون مصطلح سليم، لكن الكبير ممكن نقول بدل بناء جهازه المناعي او تقويته نقول تحسين من وظائف جهاز المناعي ليكون جهاز مناعي متوازن. طب ايه هي الحاجات اللي بتحافظ على جهازنا المناعي؟ اول عنصر التغذيه. ليه؟ لان جهازنا المناعي ده عباره عن اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي بتكون من بروتينات، يبقى الغذاء مهم جدا لطفلي. طب انهي غذاء؟ انواع معينه. الغذاء الاول، الغذاء لطفلي الغذاء البروتيني. اللي هو الغذاء البروتيني؟ اللبن، الزبادي، اللحمه، الفراخ، السمك.
عناصر هامه وضروريه جدا لبناء جهاز مناعي متوازن. طب السكريات مقدار معتدل، الدهون مقدار قليل جدا، يعني نكتر من البروتين، نقلل من السكريات والدهون، نبعد عن طفلي الاغذيه المحفوظه اللي فيها مواد حافظه ومواد صناعيه لانها بتاثر على جهازه المناعي. الاغذيه السريعه، الاغذيه اللي احنا بنجيبها من بره لاطفالنا، الوجبات السريعه برضو نبعدهم عنهم. المياه الغازيه، المقرمشات، الاشياء التي بتاثر على جهازه المناعي بلاش لطفلي. طب يبقى احنا اتكلمنا هنغذيه ايه؟ طب الاغذيه البروتينيه دي بس؟ لا، محتاجه عناصر ثانيه معدنيه بتحسن من اداء هذا الجهاز. زي ايه؟ عنصر الزنك اللي هو داخل في بروتوكول علاج كورونا. مزبوط. طب ابني اديله زنك؟ لا، هنديله اغذيه تحتوي على الزنك، لان ابني ما عندوش نقص في هذا العنصر الا لو شاف الطبيب ان هو محتاجه في صوره مستحضر. لكن كده لا، احنا هنديهوله في صوره عناصر طبيعيه. الزنك موجود فين؟ موجود في الخضار، موجود في البقوليات، موجود في اللحوم، موجود في المكسرات. المكسرات غنيه جدا بالزنك. حلو. طب ايه العنصر الثاني اللي مهم لتحسين جهازنا المناعي؟ فيتامين سي. طب نشتريه له؟ لا، بلاش نشتريه. طب ما ياكله في صوره عناصر طبيعيه زي ايه؟ طبعا. الجوافه. الكيوي، البرتقال، اليوسفي، الليمون. كل يوم لو اديت طفلي معلقه عسل نحل مع ربع ليمونه يوميا هتحسن من تحسين من هذا الجهاز المناعي، وبتدي له ما يسمى مضادات اكسده قويه جدا. حلو قوي. البصل، الثوم، كل هذه العناصر بتسمى مضادات الاكسده، هامه جدا لتحسين هذا الجهاز المناعي. البصل والثوم فريش يا دكتور ولا في داخل الاكل؟ في داخل الاكل او فريش مع السلطات. برضه عناصر غذائيه هامه جدا. ممكن اطفالنا بقى اللي هم قاعدين في البيت ياكلوا، تكتر لهم من العناصر فيها البصل والثوم، سواء في الاكل او عناصر طازجه كده. حلو قوي. كمان اخر عنصر، معلش، فيتامين د. فيتامين د حديثا عنصر هام وضروري جدا لتحسين جهازنا المناعي. صح. وربنا ادهولنا في حاجات طبيعيه زي الشمس. لو انا كل يوم قعدت طفلي الصبح بالزبط. واخر النهار عند الشروق في الشمس مقدار وقت معين يوميا، هيحسن من هذا الجهاز المناعي ويحسن من اداء فيتامين د ويحوله الى عناصر نشطه داخل جسم الطفل. عظيم يا دكتور. طيب هستاذن حضرتك معانا اتصال تليفوني تاني من نجلاء. الو يا نجلاء. الو. الو، منوره معانا اللمه الحلوه. جدا. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. يوضح لي يعني صوره واضحه عن موضوع حساسيه القمح. القمح ولا الانف؟ الانف. الانف. القمح. القمح؟ القمح. تمام، حاضر. ميرسي جدا يا دكتور. تمام، اتفضلي يا دكتور. في طفل بيتحسس تحسس، ويبقى هنتكلم عن السؤال ده بعدين اكمل المناعه. الطفل اللي بيتحسس من القمح، يعني ايه بيتحسس من القمح؟ حساسية. يعني بياكل قمح يحصل له صوره طفح جلدي، هرش، حكه جلديه او فوران، او يحصل له مشاكل هضميه. ده بنفصله عن نوع تاني من الجلوتين اللي هو السيلياك ديزيز، وده مرض مناعي مختلف تماما، ليس حساسيه. يبقى السيلياك ده مرض مناعي. العيش طبعا والحاجات اللي زي كده. بيبقى عنده مشكله مناعيه في الجهاز الهضمي، في نقص في انزيم معين. ده بيؤدي الى ان هو بيحصل تهتك في المعده والامعاء عند اكل القمح، وده للاسف يتجنب الكل. بيبقى بياخد حاجه اسمها جلوتين فري دايت، اغذيه خاليه من الجلوتين، وبيستعيد عنهم لفتره كبيره جدا تصل الى مدى حياته ان هو بيبتعد عن هذه الاغذيه. لكن طفل مريض الحساسيه هو بياكل قمح مش بيحصل له مشاكل هضميه قد ما بيحصل له مشاكل زي الطفح الجلدي، الحكه الجلديه. حساسيه. ده بنفرق ما بين شخص عنده حساسيه من القمح لما ياكله يظهر له حساسيه، وطفل بتحصل له مشاكل هضميه من القمح زي اسهال، ترجيع، تعنيه، مخاط، اللي هو مرض السيلياك. مرض السيلياك هو مرض مناعي، لكن حساسيه القمح مش مختلفة، بيتم الكشف عنها باختبارات معينة، وابني بيتجنب القمح وبياكل منتجات، وبعد فترة بندخله القمح تدريجيا. لكن السيلياك هو بيتجنب كل الأغذية، أغذيته خالية من الجلوتين. طب دكتور معلش، معانا اتصال تليفوني تاني. معانا سعيد من شمال سينا. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورنا في اللمة الحلوة، اتفضل. عندك سؤال للدكتور؟ أستاذ حضرتك ماشي، بس كنت عايز أسأل عن عندي طفل عمره سنتين ونص. هو اتولد بثقب في القلب، وكنا منتظرين ان الثقب ده يلم بعد فتره، بس يعني الحمد لله لا قدر الله ما شاء فعل ما لمش، فاضطرينا نعمل له عمليه قلب مفتوح. تقريبا هو بقى له سنه عامل العمليه، فطبعا جت مع ظروف كورونا سبحان الله، ف يعني حاليا بحاول اقوي مناعته، او احاول يعني عايز اعرف بس ايه اللي ممكن يقوي المناعه، وهل مثلا يتخاف عليه اكتر من الانسان الطبيعي؟ هو حاليا عمل العمليه المفروض ان هو تمام يعني، بس هل مثلا يتخاف عليه اكتر من الطبيعي؟ انا بالنسبه لي حاليا بقى له فتره ما بطلعوش فعلا من البيت بسبب موضوع الكورونا، فعايز بس اعرف ازاي اتعامل معاه، وابقى حريص زياده.
تمام يا سعيد. طيب اسمع الدكتور هيجاوب حضرتك. تمام، هو الحمد لله هو ثقبه وخلاص عمل جراحه، يعني هو باذن الله مش مريض قلب مزمن خلاص، بس برضه نحافظ عليه لانه هو خارج من عمليه قلب مفتوح. هو عايز يقوي المناعه. إن أول مناعته إزاي؟ أولا ابني مش هيخرج الفترة دي، تمام، زي أي طفل إحنا منعينه من الخروج بسبب كورونا. التغذية اللي قلناها لطفلنا اللي هي التغذية البروتينية وفيتامين د والزنك وفيتامين سي، أغذية مهمة طبعًا. نفس الطفل وتعرضه للشمس. ياخد مصل إنفلونزا مهم جدا ياخده في شهر 10، ياخد مصل المكورات الرئوية والتهاب الرئوي مهم جدا ياخده. إيه تاني الحاجات اللي بتحسن مناعتنا بس دي هتخش الفئة أكبر من سن الطفل ده؟ الرياضة. الرياضة عنصر هام وضروري جدا لتنشيط الدورة الدموية، وده خاص بالكبار أو الأطفال السن الكبير شوية اللي يقدر يتحرك، الجري لكن الحركة ونص الرياضة صغير جدا. تمام، دي بتنشط الدورة الدموية وبتحافظ على جهاز مناعي متوازن. طب إيه هو العنصر الثالث لتحسين جهازنا المناعي؟ النوم. ده بقى خاص بأطفالنا والكبار، ابني لازم أعوده إن هو ينام بدري. النوم مبكرا بينشط من هرمونات النمو للأطفال وبيساعد على نمهم وبيساعد على تحسين جهازهم المناعي، وابعدهم عن الموبايلات وعن الحاجات الإلكترونية اللي بتخليهم يسهروا لفترات كبيرة وبتأثر عليهم وبتأثر على نومهم وعلى مناعتهم. فالنوم هام جدا لطفلنا وهام كمان للشخص الكبير، وبالذات النوم مبكرا من 7-8 ساعات يوميا. يبقى التغذية، الرياضة، النوم. ايه تاني العنصر المهم لتحسين جهاز المناعة؟ السادة المدخنون، وده خاص بالاطفال والكبار. ليه خاص بالاطفال كمان؟ لان الاسر اللي بتدخن بيدخنوا قدام ولادهم في تدخين سلبي، وده بيأثر على مناعه اطفالهم. ده غير انه بيأثر على الشخص نفسه المدخن طبعا، بيبقى عنصر سلبي جدا لجهازه المناعي. طب هو ليه تاثير تاني غير جهاز المناعي؟ رئه المدخن اكثر عرضه للدخول في مضاعفات خطيره عند الاصابه بفيروس كورونا اكثر من رئه الشخص السليم. ليه؟ كورونا بيعمل ايه؟ تليف والتهاب رئوي. طب تخيلي رئه مدخن اللي هي اصلا عرضه اكتر للتليف والاصابه، لما يصاب بكورونا بيكون الموضوع عنده اخطر من الشخص العادي. عشان كده التدخين عنصرين، عنصر عند الاصابه وعنصر بيأثر على جهاز المناعي. الحاجه الخامسه او بنقول عليها الكبسوله الخامسه للمناعه والاخيره، العامل النفسي. التوتر، الخوف، القلق، الزعل، الاخبار المحزنه، الخوف الشديد من المرض يؤدي ان الشخص يكون مناعته ضعيفه، وبالتالي يكون عرضه للدخول في امراض اكتر من غيره، او يخش في مضاعفات خطيره عند الاصابه اكتر من غيره. يعني الناس اللي مرعوبه فعلا من الكورونا ممكن الرعب ده هو ده اللي بيقلل المناعه، ف يعني بيؤدي في الاخر ان هم بيتصابوا بالكورونا. مش يؤدي للاصابه بقى، لو اصيبوا بتكون حدتهم اكتر ودخولهم في المضاعفات اكتر. عندنا المجتمع بيكون عرض اكتر كمان، نوع قاعد وخايف في البيت ما بيخرجش وحذر جدا، ونوع مستهتر جدا جدا. احنا مش عايزين لا في الاستهتار ولا في القلق. الخوف المتزن ان انا بعمل احتياطاتي، برتدي كمامتي، ما اروحش اماكن في تجمعات، لكن ما اخافش وقلقان، لان انا لو اصبت وانا من الشخصيه اللي بتخاف ومرعوبه وبقلق على طول، مناعتي بتتاثر بسهوله، وتكون اصابتي ممكن تبقى بسيطه مع جهاز المناعي وضعفه تبقى اصابه شديده. تمام. طيب معانا كمان احمد من الدقهليه. يا احمد، احمد، الو احمد، سمعنا؟ الو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازي حضرتك؟ زي الفل الحمد لله. اتفضل يا احمد، احنا معاك. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا، اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك، عامل ايه يا احمد؟ بارك الحمد لله، الله يخليك. انا ابن اختي كان نازل مولود يعني بثقب في القلب. تمام. بس ايه المطلوب علاجه ايه وكده؟ الثقب في القلب، ولسه الدكتور قايل دلوقتي الحاجات اللي المفروض انها تتعمل لطفل. هو عنده قد ايه طيب؟ سنه قد ايه دلوقتي؟ سنتين. طب مش متابع مع دكتور قلب الثقب قفل ولا لا، او خلاص بيقل هيقفل محتاج جراحه ولا لا؟ طب ايه مع السنه مع دكتور؟ بس قال لك من لسه شويه. قال لك لسه ما قفلش يعني؟ لسه ما قفلش ولسه ما مشاش لحد دلوقتي، ما يمشيش يا دكتور. طيب هو ثقب القلب ده سنتين يعتبر مطول شويه، يعني الطفل الاولاني اقصى حاجه بنستنى عليها الفتره دي، ومفترض لو هو ما قفلش بيخش جراحه. فلازم اول حاجه قصه القلب كمتابعه لازم مع دكتور قلب، ان ده ثقب ولسه ما قفلش، وده بيأثر على النمو، بيأثر على مناعته، بيأثر على ضخ الدم في اعضاء جسمه. فبالتالي لازم نتابع مع دكتور قلب مع الاحتياطات المناعيه اللي احنا قلناها للشخص العادي اللي هو بقى قفل الثقب، يعني هو ده اشد شويه من الشخص اللي عمل الجراحه. لان الثقب لسه ما قفلش، وده بيأثر على الدوره الدمويه الرئويه والدوره والحاجه اسمها الشريان الرئوي. فبالتالي لازم نتابع مع دكتور قلب لان مشكله الثقب دي لازم تتحل. تمام. طب معانا تليفون تاني. طيب. معلش يا دكتور. معانا فؤاد من بني سويف. الو سعاد، معلش انا اسفه. سعاد من بني. اهلا، ازيك يا مدام؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، منورانا. اتفضلي حضرتك، عايز تسالي سؤال معين للدكتور؟ لا، عايز اكلم الدكتور. انا واحده عندي 61 سنه. تمام.
بس الحساسية معايا يا أبلة، أنا عملت جرثومة المعدة وحللت وعملت كل حاجة. حساسية جلدية أرتكارية. بس عمال أكرش برضه في وجهي وفي إيدي وفي جسمي وأنا مش لاقي حل. بتهرشي جامد يا ماما في جسمك كله؟ بتظهر حاجات حمراء في جسمك ولا حكة جلدية بس؟ لا مفيش حمرات ولا حاجة، هو هرش بس. بقالك كام سنة بتهرشي؟ أدي لي حوالي سنة، وخدت حقنة اللي الدكتورة كتبتها لي دي، بتاخديهاش الا عند يعني ما ادري ايوه. كورتيزون ريحتك؟ ريحتك شويه، ريحتي شويه، بس انا خدتها قالت لي تاخديها مره واحده في العمر، وانا كل مره ما اخدها. لا ما تاخديهاش تاني. انت عندك اي امراض مزمنه، ضغط او سكر؟ لا ولا اي حاجه خالص. العامل النفسي التوتر والانفعال والعصبيه؟ يعني شويه الحياه، ما انت عارف يا ابني الحياه شويه يبقى عصبيه. طيب هقولك على التعليمات وهنعمل ايه علشان خاطر نعالج الاكزيما او الحساسيه الجلديه. تمام، تابع لنا يا حاجه. اتفضل. الحساسيه الجلديه بقى، يعني احنا اتكلمنا شويه عن المناعه، نتكلم عن الحساسيه الجلديه. اللي حد كبير في السن ما كانش عنده تاريخ مرضي بقى لها سنه، بس اول حاجه بنشيك على الامراض المزمنه، نعمل لها وظائف كبد وظائف كلى، ونشوف اعضاء جسمها هل اي في اضطراب عضوي ولا لا. طب عملنا ده وهي بتقول عملت الجرثومه كمان، لان من ضمن الحاجات اللي بتزود الحكه الجلديه جرثومه المعده. بنعمل الغده، بنعمل وظائف الكبد، وظائف الكلى، بنعمل الجرثومه، بنعمل اختبارات الحساسيه. لو طلع لنا مؤشر في الحاجات دي ايجابي، يعني عندها حساسيه من حاجه معينه، نتجنبها او ناخد مصل ضدها. لو طلع عندها اضطراب عضوي في اي عضو في جسمها زي الكبد مثلا، لو انزيماته عاليه تزود الحكه الجلديه، بنعالجها. طب لو ما طلعش سبب، عملنا كل الفحوصات، اختبار الحساسيه، تحليل المناعه، تحليل الجرثومه، تحليل الغده، وظائف الكبد والكلى، وما طلعش سبب للحكه الجلديه، وتشخص اكزيما عصبيه. من التوتر والانفعال، حتى لو توترات سابقه لفترات سابقه، يحصل تراكم وتفاعلات مناعيه متتاليه. بهذا المناعي بيجي فتره ما بيقدرش يستحمل هذه العصبيه والتوتر، بيزيد الهستامين وبتزيد معاه الحكه الجلديه، وبتكون لا توصف، ويتحول الشخص من حكه مرضيه لحكه اعتياديه، ما بيرتاحش الا لما يقطع في جسمه ويهرش في جسمه جامد. بس في دكتور بتهيألي مثلا حد بياكل فراوله او اكلات معينه بتيجي بتعمل حساسيه كده. كلامك صح، احنا قلنا ايه؟ هنعمل له اختبارات الحساسيه الاول. هنشوف الاول الاكل ايه، انواع الاكل والجرثومه وكل الفحوصات. لو طلع في مسبب بنتجنب. طب لو ما طلعش بقى ليها علاقه بالاكل ولا لها علاقه بالجو، وما طلعش لها علاقه بالفراوله ولا الموز ولا الاكل، ولا بتبقى اكزيما نفسيه او اكزيما عصبيه. نهدى، نبعد عن التوتر، نبعد عن الانفعال، بنلبس ملابس قطنيه، بنكتر من شرب السوائل، بنلبس حاجه فيها صوف او وبره، ونبعد عن التوتر والانفعال، وبنمشي على مضادات الهستامين ومرطبات الجلد لفتره، الامور بتستقر مع البعد عن التوتر والانفعال. عظيم. طيب احنا معانا كمان محمود من المنصوره. يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ زي الفل. اللي اسال بس الدكتور على سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. طبعا دكتور، مع حضرتك. اللي عنده طفل 4 شهور بقع بتجيله الشهور، بيجيله ببقع كده حمراء في وشه. 4 شهور؟ بقع حمراء. 4 شهور ولا 4 سنين؟ 4 شهور. 4 شهور. 4 شهور ونص. بيرضى طبيعي؟ لا، بياخد لبن. لبن ايه الاول؟ لبن لبن صناعي ولا لبن باري او جاموسي؟ لا، هيلو هيري بويبي. هيرو بويبي. ما بيرضعش طبيعي خالص؟ لا ما بيرضعش طبيعي. طب في تاريخ عائلي انت او مامته حد فيكم بيشتكي من الحساسيه؟ لا، هي والدته عندها حساسيه على صدرها بكرشه نفس بس وخلاص. طيب الطفل لو ما رضعتوش خالص لحد دلوقتي طبيعي، هو رضع صناعي من ساعه ما اتولد. تمام كده؟ تمام. ما رضعش طبيعي خالص. خالص. لا. طيب هي دي كده اكزيما رضع، هو في وشه بس ولا جسمه كله؟ لا في وشه بس. وشه بس. وشه بس. طيب تمام. دي اللي اسمها انفانتايل اكزيما. الاول بنبتدي نديله مرطبات للجلد ومراهم لوشه. خلاص، وبنكمل نوع اللبن. لو برضو حصل مفيش استجابه، ما دام الام ما بترضاش طبيعي، يبقى مالهاش علاقه باكل الام او لبن الام خالص. بندي بعض الالبان خاليه من الحساسيه. ده لو فضل كده. الاول بنبتدي مرطبات عاديه للجلد، ممكن تبقى حاجه اسمها اكزيما رضع وقتيه وتختفي لوحدها خالص. تمام دكتور، معلش هنطلع فاصل ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. لا
لسه مكملين معاكم لمتنا الحلوه، ولسه مكملين في موضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا طبعا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، وكنا بنتكلم في الفاصل الاولاني عن الحساسيه. خلينا بقى نتكلم في الفاصل ده عن الكورونا اكتر شويه يا دكتور. الكورونا زي ما قلنا كده هو البعبع بتاع الزمن ده او بتاع الكام شهر اللي فاتوا، البعبع يمشي لحد دلوقتي. للاسف كل الناس مرعوبه، حتى اللي جالهم برضو يمكن يكونوا خايفين من الفتره بتاعه النقاهه بعدها يرجع تاني يحصل انتكاسه او كده. فخلينا نتكلم الاول عن الكورونا، هل الفيروس بيقلل المناعه ولا هو اساسا بيجي بسبب انه المناعه قليله؟ يعني هو مين اللي بيأثر على مين؟ هقول لك على حاجه، مع فيروس كورونا كل شيء وعكسه. ماشي، فيروس مالوش كتالوج. بمعنى ايه؟ ان احنا كنا في الاول بنقول للناس ايه؟ ان مناعتك هي اللي هتقاومه، لازم تاكل، لازم تتغذى، لازم تقوي مناعتك، وده فعلا كويس، حاجه جيده جدا. طب فوجئنا في نوعيه ثانيه من الناس ان جهازهم المناعي القوي الشديد ده هو اللي ادى الى وفاتهم. يعني ايه؟ في واحد هو مناعته كويسه اتغلبت على المرض وتعافى. في واحد كانت مناعته عنيفه في مقاومته للمرض، حصل له ما يسمى عاصفه مناعيه، يعني جاله الاصابه بس جهازه المناعي كان رد فعله عنيف شديد زياده جدا عن اللزوم. مما ادى ان الاجسام المضاده اللي طلعت عشان تهاجم الفيروس ده اثناء مهاجمتها للفيروس ده هاجمت اجزاء كبيره من جسمه. هاجمت الرئه، هاجمت اعضاء من جسمه، هاجمت عضلاته، هاجمت جسمه اللي هي الستورم او السيتوكاين ستورم، الخلايا القاتله دي وهي طالعه عشان تموت الفيروس زي جيشين بيحاربوا بعض. انتهت المعركه بايه؟ بموت كورونا، بس الجيش الثاني اللي هو جهازه المناعي حصل فيه ما يسمى الاضطراب. الشخص اللي تعافى من كورونا ده بنلاقي بعض الناس عندهم ما يسمى متلازمه ما بعد التعافي. ان هم عندهم مشاكل صحيه بعد ما خفوا. ده بسبب مناعتهم. يجي لي حد انا خفيت ولسه عندي وجع اما بتحرك، ابذل اي مجهود، بنهج وانا قاعد، بعرق وانا قاعد، عندي صداع شديد ما بيروحش، جاله مشاكل نفسيه وعصبيه، اكتئاب، نسيان، ارق، مشاكل كتير قوي تعزى الا ان جهازه المناعي مرحله ما بعد التعافي لسه ما رجعش لطبيعته. اثر على لسه بيهاجم بقى اجزاء جسمه نفسها، هاجم هذه الاجهزه دي بقى ما رجعتش لطبيعتها، الجهاز العصبي، جهازه العضلي لسه الام عضلاته ما رجعتش لطبيعتها، لسه الرئه فيها جزء ملتهب او متليف ما رجعش لطبيعته. وهل ده كل الناس؟ لا، ده حوالي 30% من الناس اللي هم متلازمه كورونا او متلازمه ما بعد التعافي. الشخص ده بيبقى سليم، مش مصاب وغير معدي، ولكنه بيعاني، بيفضل يعاني زي الناس اللي جالها فقدان حاسة شم متزوج. في ناس في خلال يومين ثلاثة حاسة شم رجعت، وناس من الموجة الأولى من شهر 5 لحد دلوقتي شهر واحد ما رجعتش حاسة شم متزوج. الأعراض مختلفة الحاجة. يعني كل شخص له أعراض معينة وأسلوب جهاز المناعي بالظبط. في ناس رجعت لهم حاسة الشم بطريقة مغيرة جدا، حصل لهم إن هو بيشم كل شيء وحش، يعني رجعت حاسة الشم بس شامم ثوابت كاريها، بيدوق طعم كل حاجه كاريها، يخش المطبخ مش شامم حاجه حلوه، شامم كله زي بعضه ورائحه مش حلوه. ده سلوك مناعي لكل شخص مختلف عن التاني. في شخص تعافى بسرعه، في شخص اتاخر في التعافي، في شخص تعافى ولكنه عنده مضاعفات ما بعد التعافي، وده كورونا كل حاجه والعكس. يعني ما فيش حاجه اسمها مناعتي قاومت قوي، لا، مناعتك قاومت قوي ده شيء جيد، بس في ناس فرط مناعتهم عمل لهم مشكله، وفي ناس بقى ضعف مناعتهم عمل لهم مشكله طبعا. يعني ناس اصحاب المناعه الضعيفه دول حصل لهم مضاعفات خطيره، ومنهم ناس توفوا اللي هم كبار السن، مرضى السكر، مرضى القلب، دول مرضى الفشل، دول يصنفوا امراض مناعيه او امراض كبار السن، امراض مزمنه، دول ضعف مناعه. الشباب عندهم مشكله تاني، عندهم مناعتهم جزء منهم قاوم المرض وجزء منهم عندهم مشكله ما بعد التعافي، لان جهازه المناعي بالعمل عنف شديد، عمل عاصفه مناعيه، حصل لهم مشاكل بعد التعافي. احنا بنقابل التلاتة، الضعيف مناعيا، المتزن مناعيا، اللي مناعته شديده، التلاتة عندهم مشاكل. هل البني ادم بيقدر يعرف نوع مناعته ايه؟ يعني هل يقدر يعرف؟ يعني اللي مناعته ضعيفه بيبقى عارف الى حد ما ان مناعته ضعيفه، بيجيله برضه ما بيقدرش يقاوم بالظبط كثره الامراض اللي بيصيب بيها، لكن الشخص اللي مناعته قويه او شرسه ده ما بيقدرش يعرف، ما حدش بيقدر يعرف. العاصفه المناعيه دي بتحصل لا قدريه، ما نقدرش نحكمها، بدليل ان احنا بقينا ندي في بعض الحالات كورتيزون، مع ان الكورتيزون ده بيضعف المناعه، فبقينا داخل في البروتوكول لبعض الحالات ادويه تكون مثبطات مناعيه لمريض كورونا. يعني بقينا ندي مريض كورونا في بعض الحالات الحرجه منها، لا، ادخله مثبط مناعي يهدي، نقلل قوه المناعه، شده مناعته عشان ما تحصلوش مشكله. طب دكتور احنا عايزين نوجه الضوء شويه على اللقاحات الجديده،
يعني الناس بتبقى خايفة، يعني هل أنا أخدها ولا ما أخدهاش، سن معين أخو يركز أنه ياخدها برضو ولا ما ياخدهاش، وإيه الفرق بين اللقاحات الجديدة اللي طلعت، لأن طلع حاجات كتير جديدة، عايزين نتكلم في النقطة دي برضو. كورونا ثلاث حاجات، جهازنا المناعي والكمامة واللقاحات. جهازنا المناعي متزن، بلبس كمامة أنا في مأمن. طب مش قادر أسيطر على الوضع ده، أنا لازم أطعم، لأن اللقاحات هي الحل الوحيد للقضاء على أي أوبئة. لقاحات على مر العصور هي التي نجحت في القضاء على أمراض كثيرة مثل الدرن وشلل الأطفال اللي بقيناش نسمع عنها إلا نادرا. فبالتالي وجود لقاح لفيروس كورونا رغم كل المخاوف اللي عليه إلا أنه شيء جيد جدا. ليه؟ لأن الأثار الجانبية أيا كانت للقاحات هي أثار جانبية معهودة، شفناها مع اللقاحات وهي أثار نادرة. ما بالك أن احنا لو كل مليون واحد مصاب حصل وفيات من عنده قد إيه؟ طب لو كل مليون واحد طعمناه ما حصلش وفيات، حصل ايه اثار جانبيه؟ ايديه مرت، ايديه ورمت، حصل صداع شويه، سخن نص درجه. فكل مخاوفنا عن اللقاحات بتنكسر، الموت واللي شفناه من فيروس كورونا من الناس اللي مش عارفه تتنفس، بل بالعكس كمان الناس اللي خفت وبتعاني من الفيروس لحد دلوقتي، لا ده انا اللقاح لا ده كده امن جدا ومهم جدا، حتى لو اثاره الجانبيه اللي احنا قلنا عليها نادره الحدوث او محدوده زي اي لقاح باخده، الانفلونزا العاديه ملهاش اثار جانبيه، لها اثار جانبيه. طب هي فعاله 100%؟ لا مش فعاله 100%، زيها زي كورونا. ما بنقولش ان اللقاح كورونا هيبقى فعال بنسبه 100%، لكن لا هو 100% هيحمي من مضاعفات، زي اللي خد لقاح الانفلونزا هتمنعه من ان هو يخش في مضاعفات الانفلونزا اللي هي التهاب الرئوي والفم، بس ممكن يجيله دور برد بسيط لو خد اللقاح. كذلك كورونا ان ما منعش اللقاح الاصابه يمنع بنسبه كبيره جدا الدخول في المضاعفات الخطيره اللي هي ايه؟ الوفاه. الرعايه، الاكسجين، المستشفى، هيجيله لو هيجيله هيجيله دور بسيط، جهاز المناعه يتغلب عليه بسهوله، لا يتعدى دور برد، مش هيخش في مضاعفات. فعشان كده اللقاحات ذات اهميه كبيره جدا. يعني حضرتك بتقول ان كلنا ناخده عادي؟ مش كلنا، لان هو ليه فئه عمريه، لان الدراسه فوق سن ال 18، الدراسه ما فيهاش الحوامل، فهي فوق سن 18، فوق سن يعني 18 مش للاطفال ولا السيدات الحوامل. تمام، معانا اتصال تليفون يا دكتور ايمان من البحيره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا ايمان؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله زي الفل. اتفضلي دكتور معاكي، اتفضلي. من فضلك يا دكتور، انا بنتي عندها 11 سنة، كانت لحد 10 سنين كويسة خالص، من سنة واحدة بدأ يطلع لها في جراحها ورجلها، يعني من اول منطقة الفخذ كده لحد تحت، حاجات في جسمها زي حساسية، بس يعني بتسيب اثر في جسمها وعاملة سواد وحاجات. يعني رحنا لكام دكتور، يعني المهم ان احنا وصلنا لدكتور مشينا معاه 7 شهور لحد، وكان بيديلها علاج حبوب ومدهنات ومراهم، وكان بيديلها كورتيزون تحت الجلد، صحت وبقت كويسه، وعرفنا ان هي عندها الاي جي اي. وبعد 7 شهور ما خلصوا شهرين اتنين، والدكتور قال لنا ان هي خلاص صحت، بدا تاني رجع لها من اول وجديد كاننا ما عالجناهاش، وبدا طلع الحاجات في جسمها تاني وصابت اثر تاني، وبدانا علاج من اول وجديد. طب هو شخصوكي اكزيما ولا شخصوكي ايه؟ هي الحاجات اللي بتطلع دي في تنايات ايديها ولا في جسمها كله؟ لا هي في رجليها من اول الفخذ لحد رجلها من تحت ودراعها بس. حاجات ليها بصور وبتحكها بتهرشها؟ اه بتهرشها. غالبا دي اكزيما. طيب هو الدكتور قال لنا ان هي دي اسمها حساسيه الاي جي اي. الاي جي اي عملنا تحاليل دم. اكزيما. طيب هقول لك نعمل لها ايه؟ ماشي، شكرا يا دكتور. ده حاجة اسمها هايبر اي جي، او الاي جي بتاع الشخص ده مرتفع، ده نوع من الحساسية او من نوع من التوبيك ديرماتايز او التهاب الجلد التأتبي او الاكزيما. ده المفترض الاول بنعمل لها اختبار حساسية لان نشوف ليه الاي جي اي بتاعها مرتفع، ايه المسببات البيئية، حاجة في لبسها، حاجة في اكلها، حاجة في الجو بترفع لها الاجسام المضادة دي وبتزود لها الحساسية الجلدية. يبقى اول خطوة ان احنا هنعمل لها اختبار حساسية. تاني خطوة دي هتعيش بمرطبات جلد على طول، غالبا بيبقى عندهم نوع من جفاف الجلد وده بيخليها عرضة اكتر الحكة الجلدية والهرش. دي على طول مرطبات الجلد، حتى المرطبات الرخيصة منها، مش شرط الحاجات العالية أو المستوردة، الفيزلين العادي، الجليسرين العادي. أي مرطب عادي. أي مرطب عادي. تشرب مية كتير طبعا. هتشرب مية كتير وبالذات في الشتاء، اللي احنا ما بنشربش مية وبتكتر الإكزيما في الشتاء. طبعا. تنشف جسمها على طول، يعني جسمها ما يجيش عليه مية، بس تشرب مية كتير. تلبس ملابس قطنية، تبعد عن البوليستر والصوف والحاجات اللي لها وبرة. لو هي طفلة 10 سنين وبتلعب في تراب او بتلعب في مكان في زرع او نجيلة، تبعد عن الاماكن اللي فيها اتربة، وبريات زرع او نجيلة. يبقى البعد عن الاماكن اللي فيها اتربة، مرطبات جلد باستمرار، مضادات الحساسية، مرطبات، وعمل اختبار حساسية.
طب دكتور معنا اتصال تليفوني تاني. معنا سعاد من الجيزه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سعاد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي. عايز تسالي الدكتور؟ انا ليا سؤال بس يعني عن المطل. اتفضلي. هو في منتشر دلوقتي يعني اقوال بتقول ان المطل هيعمل تغيرات في الجينات للاجيال القادمه. يعني هيحور في الجينات بتاع البني ادم. هل ده في حاجه صحيحه؟ يعني في صحه في يعني في حاجه من الصحه يعني؟ يعني الاجيال القادمه هيبقى متحورين جينيا ازاي؟ مش عارفه، بس منتشره جدا، وفي دكاتره نساء ودكاتره كتير قالوا الموضوع ده، وقالوا ان الغرب بيصدروا لنا حاجات تبوظ جيناتنا وهيبوظ لنا الدنيا، واللقاحات دي جايه لينا احنا. طب احنا اصلا مش لاقيين اللقاحات دي. الغرب بدا يلقح بيها، واللقاح اللي هي بتقول عليه اللي هو بيشتغل على جزء الجيني او الماسنجر ار ان اي، لقاح فايزر، ومن اغلى اللقاحات، وابتدت اوروبا تطعم بيه، ودي مقوله خطا. اللقاح ده تم تجربته، هو ما بيأثرش على الجين كتحور، هو بيعمل حاجه اسمها رساله او ماسنجر ار ان اي او ار ان اي رايبوزومي للار ان اي بتاع جسم الانسان او دي ان اي، بيكون اجسام مضاده، فما فيش فيه تحور زي ما الناس معتقده. هل هم بيصدروا لنا حاجه؟ طب بالعكس، ده هم ابتدوا ياخدوها قبلنا الشعوب الغربيه، وفي ازمه عالميه في اللقاحات، لان هم بداوا اللقاح بنفسهم الاول. اللقاح فايزر ده من اغلى اللقاحات. مش فايزر ده اللي هو الامريكي؟ فايزر اللي هو الامريكي. الامريكي بالظبط. يعني هو امريكي اللي هو فايزر بيوتل اللي هو الماني امريكي، وفي موديرنا، الاثنين دول. مش ده اللي خده الرئيس الحالي دلوقتي جو بايدن؟ بالظبط. هي مقوله ان هم عاملينه مخصوص عشان العرب وعشان مقولها مش صح، بدليل ان هم بادين بنفسهم. ما هي الاشاعات يا دكتور، كل بيطلع اشاعات اصلا. بندور على شحنات تجي لنا، كل بيدور على اللقاح دلوقتي. فكره ان هو جاي يبوظ جينات طبعا مقوله مش صح خالص. طيب دكتور، في ناس بتقول انه بعد الكورونا، طبعا احنا في الكورونا دي كتير قوي كلمه بتقول انه يعني الاشاعات والحاجات بالظبط، يعني حاجات، وبنسمع حاجات عن الطب البديل يعني. فعايزين نعرف هل بعد كورونا فعلا بثلاث شهور او بست شهور بيكون في مناعه من الكورونا فعلا، ولا ده زي الاقاويل الكتير اللي بتتردد يعني؟ هو دي فكره، هو انا اصلا بعد قد ايه ممكن اصاب تاني؟ هو فيروس مستجد لسه جاي بقاله سنه، لسه الدراسات ما تمتش، الناس ما تموش سنه صح. او اكتر عشان اقول مناعتهم فضلت قد ايه. المدى البديء البعيد كمان. لكن في دراسات قالت 3 اشهر وناس اصيبت، وفي دراسات قالت 6 اشهر وناس اصيبت تاني. وفي دراسات قالت ان المناعه ممتده سنه. ما فيش حاجه دراسه دقيقه اتعملت لحد دلوقتي، لان الفيروس لسه مستجد. لكن خلينا في الامور الوسطيه، ان هو هيديك مناعه 6 اشهر فقط لا غير. هو انت اما بيجي لك انفلونزا بيجي لك مره في العمر؟ لا طبعا، وممكن يجي لك مرتين في الموسم. اعتبر كورونا زي الانفلونزا، ما هو فيروس تنفسي، ممكن يجي لك كورونا مرتين. ما هو فيروس تنفسي ما بيديش مناعه ابديه زي الانفلونزا، زي الفيروسات التنفسيه. فيروس متحور ممكن يجي لك بشكل تاني بعد 14، فما فيش حاجه اسمها انا خدته مش هيجي لي تاني. طب ما انت خدت الانفلونزا بعد شهرين ثلاثه ممكن تجي لك تاني. وده برضو فكره اللقاح اللي الناس برضو بتقول، طب ما ازاي الاصابه ما ادتنيش مناعه ابديه؟ طب اللقاح هيديني مناعه ابديه؟ طب ايه المانع ان انا لو تحول لقاح كورونا الى لقاح موسمي وابتديت اخده كل سنه زي الانفلونزا، وبدي مناعه لكبار السن ان هم ما يحصل لهمش مشكله، زي ما انا بقول الانفلونزا مهمه لكبار السن، هقول لقاح كورونا مهم لكبار السن، ياخدوه حتى لو موسمي، حتى لو كل سنه، يديهم مناعه تحميهم من الدخول في مضاعفات هذا المرض. هو انا كده مش حميت بابا وحميت ماما وحميت جدي وحميت جدتي من ان هم يخشوا في مضاعفات خطيره؟ حميت فئه مناعتها ضعيفه حتى لو هديهم لقاح كل سنه. طب معلش يا ساره، ثانيه واحده انا اسفه، تكمله على السؤال ده، الشخص اللي بيجي له كورونا مرتين ده بيضعف الشخص، بيضعف الجسم كله، ولا بتبقى المره الثانيه بيبقى الجسم مثلا اتعود ولا بيقاوم؟ والله دكتور دي حيره فظيعه، يمكن عليكم انتوا اكتر. هقول لك على حاجه، التقليدي ان الاصابه الثانيه يجب ان تكون اقل من الاولى، لان هيكون عندك نسبه اجسام مضاده حتى لو قلت تحميك ان هي الاصابه الثانيه ما تبقاش شديده. بس مع فيروس كورونا محدش لسه عارف اجابه صريحه. الاصابه الثانيه هتكون عنيفه ولا هتكون خفيفه؟ لكن لو انت كلمتينا عن اي مرض ثاني الاصابه الثانيه منه، بيكون جهازك المناعي كون اجسام مضاده بكل الاصابه الثانيه معدومه او ضعيفه. تمام. لكن مع كورونا ما اقدرش اقول لك لا الاصابه الثانيه كده تمام. ما اقدرش اقول لك لا، انا في ناس اصابات ثانيه بالنسبه لهم كانت عنيفه جدا. وفي ناس كانت بسيطه جدا. تمام، اذا لا نامن. طيب. العقاب يعني بالظبط كده. اتفضلي دكتور، ممكن تقول لنا بقى شويه نصايح كده وتدابير عشان تقينا من كورونا. فيروس كورونا يعني. أول حاجة الكمامة. تاني حاجة الكمامة. تالت حاجة الكمامة. إن شاء الله يعني هنفضل عايشين بالكمامة كده على طول؟ ما فيش أمل يعني؟
للابد لحد ما اللقاحات تدي مناعه المكتسبه ل 60 70% من المجتمع، ان يتم تطعيمهم وناخد ما يسمى مناعه القطيع باللقاح مش بالاصابه. هنفضل ملتزمين بالكمامه. ليه؟ الكمامه هي حائط الصد، الكمامه هي التي تحمي رزازي ورزاز الاخرين ان هو يخش، رزازي ان هو يخرج لحد تاني. احنا الاثنين لو لابسين كمامه مش هنصاب، لكن لو واحد فينا مش لابس كمامه التاني معرض للاصابه حتى لو لابس كمامه. اختلاف الحساسيه يا دكتور، لان في ناس اللي عندهم حساسيه موضوع الحلقه الاول الحساسيه ما بيقدروش يلبسوا كمامه، بيلبسها على طول. لكن انا رايح تجمع، رايح بنك بالظبط، او رايح مصلحه حكوميه، او رايح محطه مترو، لان محطه المترو اكيد مش هاخد ساعه فيها. استحمل الساعه دي، استحمل الحساسيه، بس مش هقدر استحمل كورونا لو جالي. دي من اهم اساسيات الوقايه الكمامه. طيب تاني حاجه، اساليب المناعه اللي احنا قلناها. هو الفيروس كورونا ده ايه؟ كمامه عملت حائط صد منعت الجرعه الفيروسيه انها تخش. طب لو دخلت وانا لابس الكمامه بتخش نسبه قليله. تقدر مناعتي اللي هي العنصر الثاني تتغلب عليها بسهوله جدا، ان احنا نقوي مناعتنا بالاكل اللي حضرتك قلته، الاكل والنوم والرياضه والبعد عن التدخين والعامل النفسي. تمام. دي طب في حاجه ثاني، بقيه الحاجات، غسيل الايدي، الصابون، النظافه الشخصيه، اساليب العطس، كل الاشياء دي. الكلام الكتير مشكله كمان عن العطس. احنا فوجئنا ان مش شرط العطس والكحه ينقله، لو قعدنا فتره متقاربين وبدون كمامات وبنتكلم دي ممكن تنقل العدوى. فعشان كده الكمامه ضروريه للكلام كمان، مش بتحمي العطس، الكلام نفسه بينقل جزء من الفيروس لو انا مصاب. تمام. يبقى الكمامه، تباعد اجتماعي، نظافه، مناعه، كل دي امور ستظل. ايه المشكله لما احنا نتغير الى هذا ويبقى سلوكنا نظافه على طول، وسلوكنا غذاء صحي، وسلوكنا مناعه، وسلوكنا كمامه، حتى لو انا عندي برد ما انا بحمي غيري برده من البرد. تمام. طيب دكتور هستاذن حضرتك ناخد اخر اتصال تليفوني معانا. الو يا نزار. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل سريعا مع الدكتور معاك. ايوه يا فندم. ايوه دكتور، انا دلوقتي انا عندي نقص مناعه في الاتش اي في. تمام تمام تمام. وطبعا اكيد في مشكله مناعيه بالنسبه لي ان انا اتعامل مع المجتمع يعني الحواليا، ان انا ببقى. طب انت اتش اي في هو ليه علاج اصلا؟ احنا بقى ليه علاج دلوقتي؟ انا بتعالج بقى لي فتره، بقى لي سنتين اتعالج. البي سي ار قال يعني بقى زيرو ولا؟ بقى زيرو، اقل من 50. طب كويس جدا. تمام. احنا برضو رغم ان البي سي ار بتاعك كويس، احنا برضو هتتعامل انت بنفس الاساليب المناعيه والاجراءات الاحترازيه اللي قلناها للشخص السليم. نفس الفكره، هو الاتش اي في بقى ليه علاج دلوقتي، هو خد بروتوكول علاج والاجسام المضاده والنشاط الفيروسي عنده قليل، هو بيتعامل احتياطيا كانه شخص ضعيف مناعيا، بنفس التغذيه، بنفس الاحتياطات، بالكمامه، بالتباعد الاجتماعي، لان هو عرضته للاصابه اخطر من غيره، مضاعفاته اخطر من غيره. السؤال الأخير لحضرتك يا دكتور، وهو جاي بقى متناسب مع الفيروس الأخير اللي ظهر يمكن في العالم، أو ظهر في الصين لسه مش في العالم الحمد لله، يا رب ما ينتشرش، موجود حاليا في الصين فيروس اسمه فيروس نيبان. والفيروس ده بيقولوا أو الإحصائيات الحالية المتوفرة بتقول إنه نسبة الوفاة فيه بتصل ل 75%، على عكس الكورونا اللي كانت نسبة الوفاة فيه بتصل إلى من 1 لـ 3%. طب إحنا كده قدامنا وحش قاتل جاي، فا إيه ده؟ أنا كنت بقول لك مش عايزين نخوف الناس، بس أنت قلت كلمة مهمة جدا، إحنا في الأول في كورونا استهترنا بها، إيه ده في الصين؟ ده بعيد، إحنا مش هتجيلنا، مش هتوصل لنا يا جماعة. لا، إحنا فعلا لازم نحذر من أي حاجة تظهر في الصين. طب هو فيروس نفس أعراض بل أشد قسوة شوية في نسب وفياته، تصل إلى 70%، يعني كل 100 واحد أصابوا 70 واحد ماتوا، يعني عكس فيروس كورونا منتشر. بيعمل إيه؟ بيعمل حمى، يعني ارتفاع حرارة، آلام في العظام، مشاكل تنفسية، مشاكل في المخ تؤدي إلى الغيبوبة ويؤدي إلى الوفاة. بتنقله الخفافيش والخنازير، بتنقله الإنسان، والإنسان ممكن ينقله الإنسان. طب هو ليه ما بينتشرش بسرعة؟ لأنه بيموت قبل ما بينتشر. طب هو إحنا خايفين ليه؟ لحسن يتحور ويبقى قدرته على الانتشار أسرع من قبل كده، ويتحول إلى فيروس مثل فيروس كورونا وينتشر. طب نعمل إيه؟ نفس الاحتياطات اللي بنعملها في التعامل مع فيروس كورونا هنعملها. الناس اللي جايين من الدول دي هنبتدي نفحصهم الاول، استيراد الاشياء اللي بنجيبها من بره يتم فحصها. لو طبقنا كده وعملنا كده مش هتجيلنا العدوى، واحنا لو طبقنا ده مع كورونا ما كانش جات لنا العدوى من الاول. ربنا يستر يعني يا دكتور. يعني كل الحاجات اللي احنا المفروض نعملها مع كورونا، بدل ما الناس تتراخى فيها وتحس ان احنا خلاص اتعودنا وخلاص الموضوع بقى، لا احنا في حاجه ثانيه اخطر، ربنا يا رب يبعدنا عنها يا رب ويكفي شرها، يعني يكفي مصر كلها شرها يا رب ان شاء الله. ولكن احنا لازم نلتزم اكتر، لانه الفتره اللي جايه بعد الشر في حاجه اشد فتكا من الاوبئه. حتى الان هي
احنا بقينا في عصر الاوبئه خلاص، عصر الاوبئه كورونا تم تصديره من الاوبئه، كذلك نفس الفكره، الفيروس والخفافيش والتقيط بضائع بقى عن طريق اشخاص مقلتين يتم حجرهم صحيا وكشف عليهم. دي اجراءات يجب اتباعها الفتره اللي جايه مع اي حد قادم من دول اسيا او دول الصين او دول شرق اسيا. دكتور الحقيقة احنا استمتعنا بلقاء حضرتك جدا، استفدنا كلنا والسادة المشاهدين كمان طبعا، وخدنا يمكن روشتة لازم احنا نشتغل عليها ونمشي عليها، سواء بقى الاكل، طريقة الحياة، اسلوب الحياة، وانه كمان حالتنا النفسية ما تبقاش مضطربة علشان خاطر نقدر نقاوم الفيروس، فيروس كورونا، ويمكن بعد الشر يعني كمان ما اوتي من الصين بعد كده. واشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا جزيلا. شكرا جدا دكتور، نورتنا. دكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة كان ضيفنا النهاردة في حلقتنا من اللمة الحلوة، وكمان كانت معايا الحلوة الجميلة اللي منوراني سارة. ميرسي يا سارة جدا. حبيبتي يا نور، قمت فيك. اشكرك شكرا جزيلا. عافية قلبي. مشاهدينا واشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا في حلقة النهاردة من اللمة الحلوة، وان شاء الله نقابلكم الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة. شكرا جزيلا.